تعاني صنعاء من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، عطلت الحركة في كثير من الأعمال، فبادرت إحدى شركات توصيل الطعام إلى الاستعانة بالخيول في ذلك. فكرة أتت بعد أن رأت الكثير من المؤسسات والشركات توقف نشاطها مع استمرارية تفاقم أزمة انعدام المشتقات النفطية، ما أثار اندهاش الكثير من الناس، بل وبادروا في إفساح الطريق لها، وآخرون ذهبوا لالتقاط الصور معها، لكنها كانت حلاً غير مثالي، ولا يمكن أن تلجأ إليه مرة أخرى، إلا للضرورة القصوى حد قولهم. بسبب أزمة المشتقات النفطية أثرت علينا بشكل كبير. في بداية الأزمة يعني توقفت بعض المترات عن العمل، فحاولنا ان احنا نحل المشكله بتعويضهم وتشجيعهم على العمل، وايضا رفعنا شويه على العملاء، فكان الموضوع مزعج لنا وللعملاء وللموصلين في هذه الازمه. بعدين بدانا شويه قلنا خلينا نفكر فكره الخيول على اساس كتجربه ننقل المعاناه بصراحه. فجربنا الخيول ولقى ترحيب كبير من العملاء يعني، والحمد لله وصلنا الرساله. ابرز الصعوبات في هذه التجربه انه الخيل ينفع المسافات قريبه، الأكل يتعفر، لهذا ينفع الخيل لحاجات ثانية غير الأكل. أيضا الخيل مكلف يعني، تمام، لهذا سعر تصب الخيل هيكون أغلى يعني بصراحة من الأشياء الأخرى، بحكم أنه حاجة فخمة ينفع للحاجات توصيل الطلبات المهمة وإلى آخره حسب رغبة بعض العملاء. فقط المسافات القريبة أيضا الخيل. تفاجأنا بحضور الخيول، وهذه كانت فكرة من شركة توصيل، ويعني بالوضع الراهن كانت فكرة جميلة وحلوة، لأنه المشتقات النفطية يعني غالية وأزمة في البلاد. فكرة توصيل الطعام بالخيول لم تلاق استحسانا من البعض بسبب غلاء استئجارها وبطئها نتيجة الجوع الذي لحق بها مؤخرا وتوقفها أثناء الظهيرة للبحث عن الطعام، لكن الفكرة بالمقابل لفتت أنظار الناس إليها في الداخل والخارج كرمز لتردي الأوضاع التي وصل إليها الحال في اليمن، ليعلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: إن الخيول أعادتنا قرونا عدة إلى الوراء. الناس حبوا الموضوع صراحة، حتى لما كنا نوصل لأي عميل ينزل يتصور سيلفي مع الخيل، الحارة يتجمعوا ويصوروا أيضا ويصوروا الخيول. كانت تجربة حلوة يعني، الناس مرحبين فيها يعني وحبوها. شفت أول شيء فكرة الخيول في الشوارع، يعني تصورت مع خيل وروحت البيت، فطلبنا من المطعم وخضنا التجربة. الأطفال سعدوا بتجربة الخيول، وكانت بالذات في أيام يعني بنعيش أزمة بترول والسيارات مجنبات والناس يبحثوا عن يعني أرخص بديل للمشتقات النفطية، وسعدنا بها صدق. شفنا الخيول في الشوارع ورأينا أنها فكرة جيدة في توصيل الطعام للمنازل، وأيضا أوجدت فرصة عمل للخيالة في أنهم يعني يضيفوا إلى عملهم فكرة جديدة أو شيء جديد، وأيضا عالجت مشكلة المشتقات النفطية التي يعاني منها اليمن، خاصة في صنعاء. صراحة حبينا نوصل رسالة معاناتنا كشركات التوصيل، وتأثرنا بشكل كبير، وإحنا شركة خدمية بنقدم خدمة للناس، بنشغل موترات كثيرة، بيعولوا أسر، وتأثروا الناس عموما. حتى إحنا وإحنا بنوصل بالخيول كانوا الناس متفاعلين معنا ومتجاوبين ويوسعوا الطريق على أساس إن هو بننقل معاناتهم. لا تزال أزمة المشتقات النفطية قائمة منذ أكثر من شهر في صنعاء، والطوابير طويلة لا تزال أحد معالم معظم شوارعها بانتظار حل لهذه الأزمة الخانقة التي عطلت الكثير من الأعمال وباتت إضافة أخرى إلى معاناة المواطن اليمني. أزهر علي لبرنامج صباحكم أجمل.